انا عايزك تركز يا علي مع الراجل اللي قبل ده، الراجل اللي بيقول بالنص كده اعمل ايه؟ لا مش ده، اعمل ايه؟ ما وديش عيال المدرسه. الراجل ده قال جمله اوعدك اوعدك انها، لا قبل ده يا علي، اوعدك ان الجمله دي هتسمعها كتير قوي الايام الجايه. لا لا مش هتسمعها من الناس العاديه، هتسمعها من الحكومه نفسها. الراجل اللي جاي قال اعمل ايه؟ اودي امنع عيالي من دخول المدرسه. لا مش ده يا علي، انت معلق على ده ليه؟ انا ما بتكلمش على ده. ايوه هو ده. اسمع الراجل ده بيقول ايه بقى، اسمع الراجل ده بيقول ايه. المصاريف بتاعه اللبس بتاعه ومصاريف المدارس، انا زي ما حضرتك عارف انا مواطن بسيط، دخلي على قدي، الراتب بتاعي 1500 ومش قادر، يعني هكفي البيت ولا كفي مصاريف العيال ولا كفي مصاريف المدارس؟ ده انا اقعدهم المدارس احسن، مصاريف المدارس غاليه والشنط. بس ده انا اقعدهم المدارس احسن. اوعدك انك في فتره هتيجي عليك في مصر، وبقول اللي محمد نصر قالها، هتطلع كده اسطوانه انه يا جماعه اللي معوش ما يلزموش، يا جماعه ليه تعلموا اولادكم كفايه لحد ابتدائي وخلاص. اوعدك ان يوما ما هتسمع ده، بس ارجوك يوم ما تسمعها افتكرني. عارف ليه؟ لان الموضوع كبر والناس فعلا يا بتسرق يا بتنتحر. انا مش هجيب كلام من على لساني، احنا جمعنا شويه بايتات كده من الناس بيقولوا ان مفيش غير اختيارين، نعمل ايه؟ نسرق او ننتحر. اسمعهم كده. مش عارفه اجيب حاجه خالص، عشان اجيب فرخه ما انا مش عارفه اجيبها، اجيب منين؟ اسرق كده يضطرني ان انا اسرق، ابيع مخدرات كده يخليني انا ابيع مخدرات، اقتل كده بيخليني انا اقتل. الناس بقت كده الخدمه ليه؟ الناس هتعيش ازاي؟ هتعيش الناس دي؟ والله العظيم بكره هتشوف الناس هتسرق السرقه على ودني، كل الناس هتسرق، هيعيش ازاي؟ ما مش عارفين يعيش. هيشحن. هيشحن. والله يسرق لا ينصب، مش حد حد لا جاي. هم كده بقى بيقولوا لنا اسرقوا. ده ما فيش تكاتك وما فيش شغل، ما احنا كده بقى نسرق. هم اللي عاوزين كده. لا كده كده مفيش شغل ولا في نيل ولا في حاجه، نعمل احنا ايه؟ نسرق؟ معايا 7 طنفار وانا غافله العمره اللي وراكي دي، والله 3 دخلها قليل جدا، هنجيب منين؟ هنسرق؟ حتى ما فيش، حتى الناس تسرق بعضيها ما فيش. اه والله ما بهرج، ده كده الناس هتلعب هتسرق كده، الحكومه بتقول تسرق. ايوه تمام. اه والله نبيع مخدرات بقى. ايه عشان دي احنا نروح ناخد منين؟ نروح نسرق؟ تسرق الناس بتهد عليا، ناكل عيالنا منين؟ الحوشه بقى اتغلى يا سياده الرئيس، والله والله يا سياده الرئيس الحوشه اتغلى، يا اما نسرق يا اما بعيالي. وانت ما انتكش يا سياده الرئيس، والله ما يرضيك يا سياده الرئيس.